بيبدأ الجزء الثالث على سفر مايك وأمم على كوريا ويروحوا يجهزوا للإعلان اللي هم أبطاله، ويكون مفهوم الإعلان إنهم ياكلوا الآيس كريم بطريقة رومانسية تبين حبهم وشغفهم لبعض. ولكن لما يبدأوا يمثلوا الإعلان أمم تكون خايفة تقرب من مايك ويبوظوا هما الاثنين الإعلان، وبدل ما يكون بطريقة رومانسية يظهر إنهم بيتخانقوا ويعيدوا أكتر من مرة. ولما مايك يزهق منها يقول لها إنها لو ما تأقلمتش في الإعلان هيبوسها، والمخرج يستغرب هما بيعملوا إيه ويبعت المساعد بتاعه ليهم ويقول لهم انهم مش شكل اتنين بيحبوا بعض. فمايك يتحجج بان امم تعبانه ويعتذر لهم ويطلب منهم انهم ياجلوا التصوير ليوم تاني، ويكونوا ملزومين انهم يقدموا مقدمه للاعلان وانهم لازم يقفلوا مع بعض اقفال الحب. فامم ترفض وتقول له ان هي هتقفل قفل الحب مع حبيبها بس، وان جوازهم مش حقيقي وانها مش هتقفل قفل الحب معاه لانها لو عملت كده مش هتتجوز واحد تاني. فهو يهددها انها لو ما نفذتش اللي طلب منها مش هتاخد فلوس، ده غير انها هتدفع تعويض نتيجه فسخ العقد، فتضطر توافق. ولكن تكون كل المقدمة بتاعت الاهلين متوترة لدرجة انه يشيلها قدام الناس عشان تقفل قفلها معاه، وكل الاكشناتها متعبرش عن اي رومانسية، وتتحول من مقدمة اعلان رومانسية لمقدمة اعلان كوميدية. وبعد ما تخلص خطوة انهم يقفلوا الاقفال مع بعض يكون مستنيهم الخطوة التانية وانهم يرموا المفاتيح من فوق البرج بعيد، ولما يجي الدور على امم انها ترمي المفتاح بتاعها ترميه تحت رجليها من غير ما حد ياخد باله، فمايك يشوفها وياخد المفتاح ويرميه بعيد وتروح وهي حزينة وبتعيط. تاني يوم تكون قاعدة سرحانة، لكن مايك يروح لها ويكون عارف ان ده عيد ميلادها ويتمنى لها السعادة، وأمم تفرح انه فاكر عيد ميلادها ويديها مفتاح قفل الحب بتاعهم، ويطلع انه كان عامل نسخة ليها قبل ما ترميه، ويقول لها انه طلب من طاقم التصوير انهم يأجلوا التصوير عشان يحتفلوا بعيد ميلادها، وياخدها ويخرجوا ويلففها كوريا ويكونوا مبسوطين جدا مع بعض، وطول الخروجة يكونوا مستمتعين ويغنوا ويرقصوا ويحضروا مسرح، وتفتكر باباها وتعيط، لكن مايك يواسيها وما بين ضحك ودموع ينتهي اليوم عليهم. وفي اخره يشوا وياكلوا سوا، وطول ما هم بياكلوا بيتكلموا مع بعض ويحتفل بعيد ميلادها، ويكون مجهز لها هديه ويكون جايب لها لابتوب هديه بدل اللي بوظه لها، ويكون مع اللابتوب كاتب يتمنى لها فيه انها تنجح في كتابه السيناريو، ويخلص اليوم وهم مبسوطين جدا مع بعض. تاني يوم يروحوا عشان يصوروا الاعلان، والمخرج ياكد عليهم قبل التصوير انهم يظهروا مشاعر حبهم لبعض، ومايك يقولها انه هيلعب معاها لعبه ويطلب منها انهم في الاعلان ينسوا هما مين ويتخيلوا نفسهم انهم بقوا اشخاص تانيين. وأول ما يبدأ التصوير كل واحد فيهم ينسى نفسه ويسرح تاني، وأمم تظهر حبها لمايك ويتحول الإعلان الرومانسي فعلا ويبوسوا بعض، ويطلع الإعلان زي ما المخرج كان عايز. وبعد ما يخلصوا تصوير يكمل مايك وأمم خروجتهم ويعيشوا أسعد لحظاتهم مع بعض، ويبان إن كل واحد فيهم وقع في حب التاني لدرجة إنهم يناموا وهم ماسكين إيد بعض، ومايك اتعلق بيها جامد وظهر إنه بيحبها فعلا. ولما يرجعوا تايلاند يتغير مايك معاها ويساعدها في كل حاجة في البيت وينسى إنها خدمته. ومرة وهم قاعدين سوا أمم تطلب منه إنها تاخد جزء من مرتبها مقدم وتحكي له على مشكلة أون، فيستغرب إنها تديها فلوس رغم اللي عملته فيها زمان، وأمم تقول له إنها ملهاش حد غير أون وإنها لازم تساعدها، فيوافق وتروح لأون تاني يوم وتديها الفلوس، وأون في البداية ما توافقش، فأمم تعتذر لها، وأون تعيط وتقول لها إن هي اللي لازم تعتذر لها، وأمم تقول لها إن هي عيلتها الوحيدة بتديها الفلوس. ولما تخرج من عندها مايك يتصل بيها ويتفقوا انهم يتقابلوا عشان يروحوا ياكلوا مع بعض. وبعد ما يقفل معاها مين تكلمه وتقول له انها مستنيه يجي ياخدها عشان ياكلوا سوا، وتقفل بسرعه قبل ما يرد عليها. فلما يجي يتصل بامم يلاقي موبايله فاصل ويروح يقابل مين، ويكون طول القعده متوتر وعايز يمشي، لكن مين تقول له انها حاسه بالوحده وتطلب انه يفضل معاها، ويكون على الجنب التاني امم مستنيه مايك يجي ياخدها، والليل يجي عليها وتكون لسه مستنياه، وهو كل ده يكون مع مين. ولما يروح يخبط عليها لكن هي ما ترضاش تفتح له وتكون زعلانه منه. تاني يوم تكون محضره له الاكل وسايبه له رساله انها خرجت وهترجع بالليل. ونروح لأون وبا ويكونوا رايحين يعملوا الفحوصات بتاعه الجنين، لكن قبل ما يروحوا با يعتذر لها ويقول لها انه اشترى اسهم بفلوس الفحص وخسرهم كلهم، وتضربه بالقلم وتقول له انه خسر فلوس كتير وتطلب انها تنفصل عنه، وبا يفضل يعتذر لها لكن هي ما تسامحوش وتمشي، وتتصل بامم وتطلب منها انها تيجي وتحكي لها ويتكلموا سوا، وتسألها ازاي بتحب باب وهو شخص مش مسؤول، وانها عرفت ازاي انها بتحبه. فأون تحس ان امم وقعت في حب مايك، لكن امم تقول لها
لها إن الحب بينها وبين مايك مستحيل، ويفضفضوا شوية سوا. وبعدين أمل توصل أون على بيتها، وجدة مايك تتصل بيها وتقول لها إنها حاسة بالملل وتطلب منها تيجي تشوفها. فأمل تقول لها إنها تلبس وإنها تيجي تخرجها. فالجدة تفرح وتقوم تختار لبس عشان تخرج معاها، وأمل تاخدها لصالة رقص للكبار. وهناك تلاقي مايك ويشد أمل من إيديها ويكون عاوز يرقص معاها، وتسأله عارف منين إنهم هنا، فيقولها إنه عارف من مامته، ويعتذر لها على إنه سابها في ميعادهم الأخير. ولما ما تسامحوش يحضنها جامد ويقولها إنه مش هيسيبها غير لما تسامحه. فتسامحه ويرجعوا سوا على بيت أهله عشان ياكلوا هناك، وأبوه يدخل عليهم وهم بياكلوا. فأمم تحاول تصلح علاقتهم سوا وتطلب منه إنه يقدم لأبوه أكل فهو يسمع كلامها. فيجي له مكالمة ويضطر إنه يمشي بعدها، وتطلع إن مين محجوزة في المستشفى، والدكتور يقول له إنها محتاجة تغذية، فهو يفضل جنبها. ويروح بالليل ويلاقي أمم نايمة على الكنبة فما يكلمهاش، ويدخل على المطبخ. فهي لما تسمعه تفوق ويعرفها إن مين في المستشفى ويكون بيجهز لها أكل، وتكون أمم زعلانة وخايفة إن مايك ما يكونش مهتم بحاجة غير مين. تاني يوم وهي مع غي تعرفوا إن مين في المستشفى وإن مايك معاها مش بيسيبها، وتكون سرحانة ومش مركزة في الشغل. فغي يطلب منها إنهم يوقفوا شغله ويروحوا يزوروا مين، وياخدها ويروحوا هما الاثنين. ومايك لما يشوف أمم داخلة مع غي يتضايق ويخرج ويسيبهم. ومين تقول لأمم إنها تستعير مايك، فغي يستغرب طلبها، وأمم ما تكونش عارفة تقول لها إيه، فتوافق وتقول لها إنها تمشي. وبعد ما تخرج غي زعق لمين ويقول لها إنها بكده بتسحب واحد من مراته، ويطلب منها إنها تفكر كويس. ويروح ورا أمم ويطلب منها إنه يروحها عشان الوقت متأخر، وإنه مش عايز مايك يقلق عليها. فأمم تلف له وهي بتعيط وتقول له إنه مايك معتوه وإن هو مين مجانين، وإن ما فيش حد فيهم بيحس بمشاعرها. فغي يقول لها إنه هو بيهتم لأمرها، ويكون مايك بيبص عليهم من بعيد. وأمم تقول له إنها تروح لوحدها. وبعد ما تمشي مايك يزعق لغي إنه جاب أمم على المستشفى، فمايك يقول له إنه لازم يحافظ على وعده لمين. فغي يقول له إنه تصرفاته مش مقبولة، وإن الوقت متجوز وما ينفعش يهتم بأي واحدة غير مراته، ويتخانقوا جامد مع بعض. وغي يطلب منه يفكر كويس هو ومين. وأمم ترجع البيت وهي بتعيط. وبعد فترة مايك يرجع ويكون بيحضر أكل لمين. فأمم تروح له وتطلب منه إنه يطلقها، وتقول له إنهم كانوا متراهنين إن اللي يحب الأول هو اللي هيخسر، وإنها خسرت بالفعل، وتسأله إذا كان ممكن يتعادل معها ويخسر الرهان هو كمان. ومايك يقول لها إنه كان واعد مين إنه هيهتم بيها، وإنه بعد ما قابلها كان بدأ ينسى مين كليا من حياته. ويرد على سؤالها إذا كان هيتعادل معها ويخسر الرهان هو كمان بإنه تعادل فعلا. وقبل ما تفرح أمم يقول لها إنه حبهم مش ممكن، لأنه قرر يحافظ على بعضه مع مين. وتقول له وهي بتعيط إنها تدور على طريقة في إنها ترد دينها ليه، وإنها تنتقل من البيت وتقلع خاتم الجواز بتاعهم وتديهوله وتمشي وتسيبه. وهو يمسك الخاتم ويفضل يعيط، وتكون أمم في حالة حزن شديدة، وتتصل بغي وتطلب منه يقابلها، وتكون منهارة من العياط. ولما يروح لها تكون قاعدة في المطر وبتعيط، وأول ما تشوفه تحضنه وهي منهارة، وهو ياخدها على بيته وتنام عنده. ومايك يكون عند مين ولكن يكون قلقان على أمم، ولما يلاقيها مش بترد على مكالماته يسيب مين نايمة ويروح عشان يطمن عليها. لما يخرج تطلع مين مش نايمة. ولما مايك يخرج من عند مين يكون في صحفي بيصوره وهو طالع من اوضتها. ولما يروح البيت ما يلاقيش أمم في اوضتها، ويفضل يدور عليها في الشوارع وهو بيرن عليها. وغي ياخد باله من الموبايل بتاعها ويرد عليه، ويعرفه ان أمم معاه ويقول له ما يقلقش عليها، وهي في وشه قبل ما مايك يرد عليه. واول ما تصحى من النوم غي يسألها على اللي حصل بينها وبين مايك، فأمم تحكي له ان جوازها من مايك مزيف وعلى الاتفاق اللي بينهم وعلى رهان الحب، وتحكي له كل حاجة من البداية خالص، من وقت ما هي خدعت مايك واخدت منه فلوس وكذبت عليه بخصوص ان غي حبيبها، وتقول له انها خسرت الرهان وحبت مايك. وغي واسيها ويقول لها انه مش زعلان منها انها قالت عليه انه حبيبها، ولكن زعلان منها انها قالت عليه بانه خدعها. ويمسك ايديها ويقول لها انها لو خسرت العالم كله تتأكد انها فازت بيه. ومايك يجي في الوقت ده ويزعق لأمم انها قاعدة مع غي، واول ما يشوف انها لابسة من هدوم غي يزعق لها اكتر. وغي يحكي له انها كانت تحت المطر وهدومها اتبلت فاضطرت تغيرها. وأمم تقول له انه ملوش دعوه بيها، وتتكلم عن الاتفاق بتاع جوازهم قدام غي، ويقول لها انها بتنقض عهدهم وانهم اتفقوا ما يحكوش لحد. فهي تقول له انها ما عادتش بتهتم باي حاجه وتمشي وتسيبه. ولما يروح وراها غي وقفه ويساله اذا كان بيحب أمم، فمايك ما يردش. فغي يقول له انه لو ما ردش هيفترض انه ما بيحبهاش، فمايك برضه ما يردش. فغي يعترف له انه بيحب أمم وانه قرر انه ياخدها بعيد عن الشخص اللي ما بيحبهاش، فمايك يتغاظ ويقول له انه هيرجع أمم للبيت. فغي يقول له انه ملوش حق وانه حتى ما يعرفش هي كانت فين طول اليوم، ويمشي مايك. الاربعه يكون كل واحد فيهم قاعد لوحده وحزين. وتاني يوم مايك يروح المستشفى لمين، ومين تقول له انها سالته زمان سؤال وهو ما جاوبش، وانها عايزه تعرف هو بيحبها فعلا او لا. ومايك يسالها ليه بتحس بالفضول، فهي تقول له انها عمرها ما سالت نفسها السؤال ده قبل ما يقابل أمم، ولكن بعد ما قابلها
سألته لنفسها كل يوم. ومايك ما يردش عليها ويقولها إنه هيرجع لها بالليل ونروح لباو. وقول وباو يكتشف إن مراته بدأت تشتغل في غسيل وكوي الهدوم عشان تجمع فلوس وتعمل الفحوصات. فقرر باو إنه يروح لمايك ويطلب منه يلاقي له شغل تساعد إنه يستلف منه فلوس، ويحكي له إن الفلوس اللي أمم عطتها لهم عشان قوم تعمل بيها الفحوصات اشترى بيها أسهم وخسرها، وقوم زعلانة منه وهتنفصل عنه ويعيط وإنه ندمان على اللي عمله فيها وفي ابنه وفي أمم، ويطلب منه يشوف له شغل وياخد منه المرتب مقدم حاليا. فمايك يكون عايز يتاكد انه مش هياخد الفلوس ويضيعها، فباو يديله رقم حساب اون ويقول له انه يحول الفلوس على الحساب وانه مستعد للشغل من الوقت. ومايك يشوف انه يديله رقم حساب اون عشان مش واثق في نفسه ويساله على المبلغ اللي محتاجه، فباو يقول له انه محتاج 50,000 بس. فمايك يقوم ويسيبه ولما يرجع له يديله شيك ويقول له انه لازم يثق في نفسه الاول ويتحكم في نفسه بالفلوس اللي في ايده، ويطلع ان مايك كاتب له 100,000 بس. ومايك يقول له انه ياخد الفلوس يعمل بيها الفحوصات لمراته وانه يجي بكره الصبح يبدأ الشغل معاه، وانه لو ما جاش يخرج من حياة اون وامم. فباو يفرح ويعده انه هيجيله من بدري، ويروح لمراته ويطلب منها انها تروح معاه تعمل الفحوصات لانه مش هيكون فاضي من بكرة وانه هيكون مشغول، ويفرحها ويقول لها انه لقى شغل. وتاني يوم باو يروح فعلا عشان يشتغل مع مايك، ومايك يشغله السواق بتاعه، ويروح مايك كالعادة يزور مين في المستشفى وتكون حالتها بتتحسن، ومايك يقول لها انه بيهتم بيها عشان ما يخلفش وعده ليها. فبنت تقول له انه لو بيهتم بيها عشان وعده ما يجيش تاني يشوفها، وانها عايزة تعرف بيحبها فعلا او لا. فمايك ما يردش عليها، فمين تقول له انه مش مهم يرد عليها، ولكن الاهم انه يكون عارف من جواه اجابة السؤال ويعرف هو عايز ايه بالتحديد. بالوقت ده غي وامم يروحوا على بيت مايك عشان امم تلم هدومها من هناك وتروح عند اختها، ويكون الصحفيين اللي بيراقبوا مايك وامم نشر الصور اللي معاهم في الجرايد. ولما مايك يرجع بالليل عشان ياخد مين ويروحها، تكون مين مصرة تعرف الحقيقة من مايك. فمايك يقول لها انه من بداية جوازه من امم ما كانش بيحبها، لكن دلوقتي ما يقدرش ما يحبهاش، وان بسبب وعده الغبي ليها خسرها. فمين تقول له انها مش مهتمه هو بيحب مين، وتحذره من انه يقطع وعده معاها وتسيبه وتمشي. فلما يروح وراها ويخرجوا من الاوضه، الصحفيين يتجمعوا عليهم ويسالوه عن العلاقه اللي بتجمعوا بيها، ويقولوا انه في صور منتشره ليه مع مين، والامل مع غي، والتلفزيون والصحافه ينشروا فضايح ليهم ويقولوا ان علاقه مايك وامل خدعه، وان الثنائي الحقيقي مايك ومين، وان مايك هو اللي كان بيهتم ببنته لفترتها في المستشفى. وامل وهي بتلم هدومها تشوف الاخبار وتزعل، وغي يقول لها انها ما تسيبش بيت مايك حاليا، وانها لو راحت بيت اختها هتثبت ان الكلام حقيقي والصحفيين هيطردوها في كل مكان. ولما مايك يرجع البيت يلاقيها هناك، فيقول لها انها تفضل في البيت فتره وما تخرجش، وانه هيعرفها تعمل ايه، وانه فرحان انها رجعت. تاني يوم باو يجي من بدري، وامم تعرف منه انه بقى بيشتغل مع مايك، ويقول لها ان حياته بقت سعيده الفتره دي بسبب مساعده مايك ليه، ويكون مايك وامم ما بيتكلموش مع بعض. ومديره الوكاله بتاعت مايك تروح له وتساله عن الشائعات، وتقول له انه بسبب الشائعات دي بعض المنتجين انسحبوا. ومايك يقول لها انها تسيبه فتره، وانه هيطلع يعمل مؤتمر صحفي يقول فيه كل حاجه، فهي تقول له انه افسد صورته وانها المفروض تمشيه من الوكاله بتاعتها. ومايك يقول لها انها حتى لو طردته مش مهتم، فهي تقول له انها جايه له لانها قلقانه عليه، وانه لما يعوز يعمل مؤتمر صحفي يقول لها ترتبه له. ومايك ياخد امم ويروح لبيت اهله ويحكي لهم على اتفاق الجواز اللي بينه وبين امم، ويعتذر لهم على انه خدعهم، ويقول لهم ان امم ملهاش ذنب وهو اللي اجبرها. فمامته تزعق له وتقول له انه استهان بالجواز المقدس وانه خيب املها. فمامته تقول له انهم لما يوصلوا الحل يعرفوهم بيه، وانهم مش عايزين يعرفوا اخبارهم من التلفزيون. ومايك في مره وهو بيتمشى تكون امم هي كمان بتتمشى بعجلتها، ويوقفها ويطلب منها انه يوصلها على البيت، ويركبوا العجله سوا، ويقترح عليها انهم يروحوا سوا لاخر العالم. فهي تقول له انها نفسها تكون معاه في مكان مفيش غيرهم، وانها هناك هتكون افضل كاتبة السيناريو، وهو يالف الاغنيه اللي بيحبها، وان هناك مفيش حد هيتدخل في حياته. ومايك يمسك ايدها ويقول لها انه بيتمنى المكان يكون خالي من غي ومين. وبالليل يروح لها وهي قاعده لوحدها، ويقول لها ان في حياته ما دورش على حد، لكن هي ما تبعد عنه بيلاقي نفسه لا ارادي بيدور عليه، وانها من بين كل حاجه وحشه حصلت له هي كانت افضل حاجه. ويقول لها انها يعمل مؤتمر صحفي، وانه يحكي فيه كل حاجه عن علاقتهم، ويطلب منها انها تنسى كل اللي حصل معاهم. فامم تقول له وهي بتعيط انها في البدايه هو اجبرها بانها تعرف كل حاجه عن حياته، وانها تعرف ايه الحاجات اللي بيحبها، ولكن بعد ما عرفت كل حاجه هو بيطلب منها بسهوله انها تنسى، وانها عارفه انه بيعمل كل ده عشان مين. وتعيط وتقول له انها مش عايزه تتالم اكتر من كده، ويعيطوا هما الاثنين. تاني يوم بقى ولما يجي الصبح، يقول لها ان صورها هي وغي في الكافيه، وصور مايك ومين منتشره في كل الجرايد، ويكون امم ما تعرفش ان الاخبار
الأخبار بتذكر علاقتها بغي ويقولوا على غي إنه خاين صاحبه، ويفتح لها التلفزيون على الأخبار فزعلها يزيد وتفضل تعيط. ومايك يدخل عليهم ويطلب من باو إنه يقفل التلفزيون، ولما يخرجوا هما الاثنين مايك يطلب من باو إنه يبعد أمان عن أي خبر يزعلها. ومايك يروح لأبوه ويعتذر له عن الفترة اللي انقطعوا فيها عن بعض، وأبوه يقول له إنه أخته قبل ما تموت رغم إنه عارف إن العلاج مش هيساعدها إلا إنه صر على علاجها عشان ما كانش قادر يسيبها تموت بسهولة، وما كانش بيبين إنه مهتم قدام الناس، وإن الكل فكر إنها ماتت من كتر العلاج وحطوا الذنب عليه، وده بسبب إنه رفض يشرح مشاعره ليهم، وينصحه إنه يشرح مشاعره على الأقل للشخص اللي بيحبه ويقول له إنه فرحان إنه جاله. بالليل مايك يدي الباو ظرف ويطلب منه إنه يدي بعد المؤتمر الصحفي الظرف ده لأمام، وإنه ياخد باله منها ويهتم بيها، وما يرضاش يروح البيت ويروح يبات في المكتب. تاني يوم مديرة الوكالة بتاعته تجهز له المؤتمر الصحفي، والمغني المنافس ليه يجيله عشان يشمت فيه، لكن مايك يكون مش مهتم بيه. وقبل المؤتمر يدخل الحمام ويحاول يقلع خاتم الجواز، لكن ما يكونش بيتقلع من ايده، ولما يحاول بكل الطرق ما يخرجش، ويحضر المؤتمر وهو لابسه، ويبدا كلامه بانه يعتذر لمعجبينه ويقول لهم ان اي حاجه حصلت غلط كان هو السبب فيها، ويعتذر لغي ومين اصحابه، وان علاقته مع مين هي صداقه وبس. وبخصوص الصور ده لانهم اصحاب مقربين جدا. وبعدين يتكلم عن علاقته بامم ويحكي لهم ان جوازهم كان اتفاق عمل، فكلامه يصدم الكل، وان الاتفاق ده انتهى. وينهي مايك كلامه بانهم ما يذكروش اصحابه وامم باي حاجه، وامم تكون بتتفرج عليه وهي بتعيط ومعجبينه تحت صدمه وبيعيطوا. وبعد المؤتمر باو يروح لامم زي ما مايك طلب منه ويديها الظرف، ويكون فيه جواب من مايك ويقول لها ان مش هي الوحيده اللي فاكره التفاصيل الخاصه بيه، لان هو كمان حافظ كل حاجه خاصه بيها، وان نفسه يحرر قلبها من اي حزن تعرضت له، ويقول لها انه كتب لها البيت باسمها وانه سافر عشان ما تكونش حزينه بعد النهارده، ويطلب منها انها تكون كاتبه سيناريو عظيمه زي ما كانت عايزه، فتعيط. ويعدي شهرين وتكون امان لسه عايشه في حزنها، فتسيطر على تفكيرها بانها تقضي وقتها في كتابه السيناريو. وفي يوم جدته تبعت لها عشان تيجي لها، فلما تروح تقول لها ان مايك اتصل بيها بالليل وانه مش عايز يعرف حد مكانه، وانه اتصل عليهم عشان يطمنهم عليه، والجده تطلب منها انها تيجي تزورها في الوقت فاضي ليها، وتوعدها انها تجيلها كل اسبوع وتاخدها تخرجها ويروحوا صاله الرقص اللي بتحب تروحها. وبعد شويه يجيلها مكالمه من باو ان اون بتولد، وامم تاخد الجده وماما مايك ويروحوا يزوروا اون، وتكون جابت بنوته بصحه كويسه، وغي يروح لهم هناك. ولما امم تساله عارف منين ان اون ولدت، يقولها ان مايك بعت له رساله وطلب منه انه يساعدهم وما يعرفش هو فين. وبعد فتره ترجع امم تقابل غي عشان توري له السيناريو بعد ما خلصته، وهو بعد ما يقراه يقول لها ان السيناريو كويس وحبه، هياخدوا الشخص تاني في الشركة عنده عشان يقرأه. وبعدها يخرجوا سوا عشان يحتفلوا بانها اخيرا خلصت السيناريو، وتقابلهم مين وتعرف منهم انهم بيحتفلوا بكتابة سيناريو امام. فعشان تغيظ امام تقول لها لو مايك اتصل بيها هتقول له عشان تفرحه، وامام تزعل، ويكون مايك كل ده في كوريا، ويكون الفترة اللي فاتت كان بيألف اغنية وينزلها وتحقق نجاح سريع، ويكون فيديو الاغنية عبارة عن كل الاماكن اللي كان فيها مع امام، وتكون الاغنية بتعبر عن اشتياقه وحبه ليها، والكل يحبها ويرجع يتشهر تاني. ويروح لأمام وتكون ما تعرفش حاجة لسه عن مايك، والسيناريو بتاعها شركة غي تشتريه، ورغم انها حققت حلمها الا انها بتكون لسه حزينة ببعدها عن مايك. ويكون باو بيبعت رسائل من وقت للتاني لمايك عشان يعرفوا اخبار أمام، ولما يعرف انها بعت السيناريو بتاعها يفرح جدا، والاغنية بتاعت مايك توصل في يوم واحد لعشرة مليون مشاهدة، ومين لما تسمع الاغنية تروح تسمعها لغي. فغي يقول لها انها تقول لمايك ان الاغنية حلوة وان هي اللي هترجعه لمجده مرة تانية، فمين تقول له انها ما كانتش بتكلم مايك وانها كانت بتكذب عليه، وانه ما اتصلش بيها ولا مره من وقت ما سابت المستشفى، وانها زعلانه ان امم البنت العاديه قدرت انها تخلي اكتر رجلين مميزين في حياتها يقعوا في حبها، وانها لما سمعت الاغنيه حست انها ما كانتش بتحب حد في البدايه غير نفسها لانها انانيه، وتقول له انها ما عرفتش تدي لحد الحب وتعيط. وغي واسيها. تاني يوم مين تروح لامم وتقول لها ان مايك ما اتصلش بيها ولا مره وانها كانت بتكذب عليها، وتديها سي دي اغنيه مايك وانها لازم تسمع الاغنيه، وتحكي لها ان قبل المؤتمر الصحفي مايك راح لها وكسر وعده ليها، وانه كان عاوز يكون حر عشان يحبها هي وبس، وتقول لها انها ما تعرفش مكان مايك، لكن لو اتفرجت على كليب الاغنيه اكيد هي الوحيده اللي هتعرف مكانه. وامن تفرح وتشكرها، ولما امن تسمع الاغنيه تلاقي فيها كل ذكرياتهم سوا في كوريا، وتفضل تعيط وهي بتسمعها. وتاني يوم امن تروح لغي في الشغل، ولكن غي يكون في اجتماع، وامن تكتب له رساله وتمشي، وتقول له انها هتسافر وتشكره على انه كان واقف معاها طول الفتره اللي فاتت، وتعتذر له انها لو مره حسسته بالحزن. فغي يروح وراها ويكون عايز يلحقها قبل ما تسافر، وقبل ما تسافر غي يوصل ويقول لها انه فاكر كل لحظاتهم سوا، ويشجعها انها تسافر وتلاقي حبها ويعترف لها بحبه، ويقول لها انه مش هيستسلم في حبه ليها ابدا، ومستعد انه يكون صاحبها طول العمر، ويودعها وهما بيعيطوا
وتسافر. ومين تروح لغي ومعاها مجموعة سندوتشات وتطلب منه يدوقهم كلهم وتقول له انها تفتح مطعم قريب. لما يسألها هتسميه المطعم ايه تقول له انها هتسميه رفيق الروح للرجل المشغول ويكون قصدها عليه ويفضلوا يضحكوا سوا. على الجنب التاني في كوريا امم تكون بتدور على مايك في كل مكان ولما تفقد الامل تروح لنفس المكان اللي فيه اقفال الحب ويتقابلوا هناك فتحضنه وبعدها ترمي مفتاح قفل الحب بعيد ويرجعوا يحضنوا بعض تاني ويرجعوا لبعض ويقضوا وقت سعيد في كوريا ويرجع لها خاتم جوازهم ويرجعوا لتايلاند ويعيشوا حياه سعيده ويغيروا مين يقربوا من بعض اكتر وتفضل تدوقوا الساندوتشات الجديده اللي بتخترعها له ويتمنى ان غي يحبها والكل يتجمع في الاخر مع بعض في ذكرى جواز مايك وامم ويكونوا كلهم سعداء والصحافه تعلن رجوع مايك وامم تاني كثنائي حب وبعد ما اغنيته تحقق نجاح كبير يشارك امم في اغنيته الجديده وهي تتشهر ككاتبه سيناريو وكمان تكتب سيناريو الفيلم مايك بطله. وبس كده احب اني مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا. وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال احلامكم. بحبكم جدا. سلام. Sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur. Söz vermesen de aşkım. Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır. Sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur söz vermesen de aşkım. İnadı bırak sonucunu bilmelisin. Kısa cümlemin nefesleri dardır. Kalbimi kırma zoru denemelisin. Her kilidin bir anahtarı vardır. Durgun yorgun daha yolun yarısı. Geride kalan birkaç duvar yazısı. Umutsuz olmaz unutsa hayatta. Her şeye rağmen bu ölü ayakta. Boş vermek gerekiyor ya bazen. Gereksizce rap gündemindeyim. Yıllar geçsin içimdeki mahzen. Dibine çeken acıların demindeyim. Sözler ekledim bekledim çok. Kimse gelmedi ve ben hep oradaydım. Sensiz tek bir hayalim yok. Diyenlerin hayali hiç olmadı saydım. Bak biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır. Sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur. Söz vermesen de aşkım. Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti.